رمضان كريم فتح يا انت لتي اليوم فيها نوي سعادة. الله 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 قعدة رمضان حلوة يا جدعان شهر الإحسان كل عبادة. الله 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 والناس بتقول بلاش غيره فيه اللي علينا كده بخيره وكريم ولا وكرامته أغلى رزق على الله. متابعينا الكرام، متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في بث مباشر جديد من الاسكندريه. معاكم اسماء اسماعيل بفانوس ماشي الفنان عيد البرنس في على شوارع الاسكندريه وبيغني لرمضان احتفالا بشهر الصوم والبركه. هنروح له ونتعرف بيه. تمام، عيد البرنس من اسكندريه، عندي 19 سنه، طبعا بغني مهرجانات وبكتب برضه، انا بقالي فتره مهتم بحوار الغنى ده. كلمني بقى عن نوع الاغاني اللي انت بتغنيها غير المهرجانات. انا بغني مهرجانات وبغني اغاني شعبي وبغني حاجات كتير. طب سمعنا حاجه شعبي؟ اسمعك حاجه لمين مثلا؟ ممكن اسمعك مهرجان لسه نازل يعني انا اللي كاتبه. احنا عايزين بس الاول نسمع حاجه شعبي. حاجه شعبي، حاجه لمين؟ انا مش عارف قصدي يعني حابه مثلا تسمعي لمين مثلا، قولي لحد معين. انت بتغني لمين؟ انا بقى حافظ رضا البحراوي. حافظ حاجه رضا البحراوي. ابتديتها ابني يا صافية وقلبي طيب تمعوا فيا، عملت خير في ناس كتير، للاسف قلبوا عليا كان كل حلمي اعيش طمعا في لقمه عيش مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا. بس كده احنا عايزين اغنيه بقى ثانيه. ممكن اغني مثلا موال عن دي او كده. ليه يا اخي جدع في دقيقة نفسي يرجع لو دقيقة، عيني بالدم حقيقة من فراق وعيش حزين، كل ما اجي ازور بيبانه ببقى عاوز اقعد مكانه، مستعد البس عشانه بدلة واتبت سيني، بعد اخويا ماليش صحابه ماليش قرايب، سابني وحدي وراح خلاص اغلى الحبايب، قلبي نصين اتكسر شفت العجايب، قلبي بقى زي اليتيم انا ظهري غايب، بعده مين فكر في يوم يسأل عليا، ما لقيتش ايد في غيابه يوم مسحت عينيا، قبل ما انطق المكان بيحس بيا، انا كل يوم بدعي انه يرجع تاني ليا. كلمني بقى عن امتى اكتشفت موهبه الغنى دي؟ من وانا عندي 13 سنه. يعني حبايبي واخواتي وناس ياما. مش عارف بتعمل ايه كده؟ على طول بقعد، كنت بقعد بغني على طول مع اصحابي في الكافيه، بقعد عندنا اغني مع اصحابي، كنا بنتجمع على طول نمشي على البحر نغنوا لحد ما قالوا صوتك حلو كمل وربنا يكرمك. بس سمعنا ايه ليك بقى؟ حاجه ليا؟ اسمعك حاجه. بنت قلبي دي كل حياتي ومعاها بعيش اوقاتي، روح قلبي دي والله مراتي ودي ساكنه دي جوه وريدي، ومعاكي حياتي انا جنه بدعي لربنا واتمنى يصلح حالنا ونتهنى ويرزقنا كده ببنوته. انا بكتب ساعات لنفسي، معايا اخ ليا اسمه يوسف سماه ساعات برضه بيكتب لي، يعني معايا كذا حد ساعات بيشارك معايا، ومعايا طبعا اخواتي بقى اللي يعني مسؤولين عن السوشيال ميديا، معايا ناس كتير طبعا واقفين معايا، اخويا الفلسطيني ده بتاع المونتاج، ومعايا طبعا اخويا الهضبه ده بتاع السوشيال ميديا حد كويس جدا، وفي طبعا اخ ليا تاني اسمه محمد سعيد برضه بتاع مونتاج، ومعايا حمو الدخلاوي بتاع المونتاج برضه، واخواتي يعني واقفين في ظهري في كل حاجه. طيب اول اغنيه غنيتها واكتشفت موهبتك فيها كانت ايه؟ اول اغنيه، اي اول حاجه عملتها كنت عامل حاجه للانتخابات، انا مش فاكرها قوي يعني. بس احنا عايزين حاجه ثانيه. نسمع حاجه ثانيه؟ في حاجات جديده لسه عاملها، اسمعك حته منها.
يا اسطى اسمي ده اكبر واسطى زي كارن الشرطه بلا معايا تيجي في جرام بابا سدو بحكم غابة بدرعم السحاب انا كاسر عيني اخصام دي حاجة عادي ممكن اسمعك حاجة تانية في الدقيقة لنا اغلى حبايب في معدوم انا والله حزين انا بدعي يرجع للغايب في قلبي اخواتي دول ساكنين مفيش بعدكو يا بشقاي عايش في الدنيا انا حزين دنيا خنية حبسني بين اشكال بيئة عايش بطولي مخنوق دي حقيقة من البشر جديد ناس مؤذية نفسهم لي انا في ضحية عشان سالك اتحط عليا وخلاص مليت دي حاجات لي انا يعني انا ما الصراحه مش ماليش في الشعب قوي يعني طب ايه ده البحراوي انا ممكن اسمعك حاجه طبعا على صوتك طب بحري مسا يا بالسانو ما يلزمناش واحد من اللي خانو اي حد ما انا عارف تمامه كل اللي راح قادرين يجيب مكانه في رمضان مثلا وحوي يا واحد ماشي وحوي يا وحوي ايوه رمضان جانا رمضان كريم قولوا معانا رمضان كريم هل هلاله رمضان كريم جه يا جماله رمضان كريم فوانيس ولعة ايوه لمبة وشمعة ايوه والله يعني اتمنى ان اكون حاجه كويسه وربنا يكرمني في الطريق اللي انا ماشي فيه بس مش اكتر من كده اكيد طبعا والله هو بصي يعني انا هو طبعا اي حد اخويا وكلهم اخواتي بس انا يعني علاقه شغل لا ما تعملش مع حد في شغل غير ناس قليله طبعا وكتابه بس يعني مفيش غنى جمعني بين حد معروف بس كتبت الحلاولو تراك وكتبت الاخ ليا في القاهره من عين شمس ريفو تراك كتبت لكذا حد تراكات بس ما يعني ما غنيتش مع حد مشهور اختم معاكي باغنيتي اغني لك حته انتي مزتي وحبيبتي حته كده من قلبي ده عشق ورب ست البنات عسولة حاجة كده أمورة في الجمال الأولى أنت الأسطورة يا حلويات عندكو ده بديب عايز أجيبه لأغلى حبيب أصل عيد حبنا غريب كمان كام يوم نص التاني أنت حبيبة وأنا الألماني لو تغيب أنا قلبي يعاني ويشيل هموم بشكرك جدا متابعينا الكرام متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان بشكركم وكنت معكم اسماء اسماعيل والى اللقاء